النائب المحترم عامر عبد الرحيم محمود. بسم الله الرحمن الرحيم. أقدم عزائي للشعب المصري جميعاً متسائلاً لماذا تصر وزارة الداخلية أن تعاقب الشعب المصري على اختياره للديمقراطية؟ لماذا تصر وزارة الداخلية أن تقدم تلك الأيادي التي تلطخت بالدماء في المناصب العليا؟ لماذا تصر وزارة الداخلية على هذه الأمور جميعاً وعلى الالتفاف على إرادة الشعب المصري؟ فكيف يكون الخصم حكماً في نفس الوقت ومنفذاً لأحكام القانون؟ كيف يكون ذلك؟ إنها إرادة الشعب المصري التي يسعى الجميع، يسعى البعض على الالتفاف حول هذه الإرادة. فلذلك أطالب سيادة الرئيس بإعادة هيكلة وزارة الداخلية من أولها إلى آخرها بالفكر الراقي، ذلك الفكر الذي يقدم خدمة المواطن على خدمة الأهواء والمصالح. أطالب بهيكلة وإعادة هيكلة وزارة الداخلية، لابد من ذلك، ولابد أيضاً أن يفرق بين المتهمين الموجودين ويقيمون دولة طرى، الموجودين في مزرعة طرى في عنبر المزرعة بالذات. وإذا احتجت وزارة الداخلية على ذلك وقالت أننا لا نستطيع تأمينهم، فإنني أخبركم أنني كنت موجود في طرة وأعلم أن بها 8 سجون وكل سجن يحتوي على مجموعة من العنابر وكل عنبر في مجموعة من الزنازين، فكيف يوجد هؤلاء في مكان واحد في الموضوع عشان يستطيعون يعني أن يديروا توصيات وليس شرح هذه الدولة؟ توصيات وليس شرح. لذلك أطالب بتفريقهم في سجون المنطقة المركزية بطرة، وأطالب أيضا بإلغاء قانون الطوارئ في هذا التوقيت بالذات لكي لا يظل مسلطا على رقاب العباد، ولكي لا تكون هذه الحالات التي تحدث في مصر مبررا لإبقاء قانون الطوارئ. فإن كثيراً من الموجودين في وزارة الداخلية لا يستطيعون أن يتعاملوا إلا بهذا القانون، فأطالب بإلغائه وجزاكم الله خير.